ليس بالضرورة أن يمتد وقف إطلاق النار في غزة تلقائياً على لبنان، لذلك نحن هنا. فصل الجبهتين بين جنوب لبنان وغزة هو عنوان المرحلة المقبلة. هيدي كانت خلاصة زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين لبيروت، وهيك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي. عم يحاول هوكستين فرض هالفصل بالدبلوماسية، وعم تحاول إسرائيل تفرضه بالتصعيد العسكري، والهدف بالحالتين أنه تضمن إسرائيل أمن شمال عبر تطبيق استنسابي للقرار 1701 لأبعاد الوجود العسكري لحزب الله لبعد نهر الليطاني أو حتى لعمق 10 كيلومتر من الحدود، وهو يلي بيسمح بإعادة حوالي 230 ألف مستوطن هربوا من الشمال. من 7 أكتوبر 2023 زار هوكستين بيروت تل أبيب 3 مرات ليجرب يهدي جبهة مش عم تهدى ولا عم تنفجر بالكامل. بالرغم من عدم الوصول لنتيجة حتى الساعة، بعده الحل الدبلوماسي ممكن. كلام جالنت عم يترجم بتصعيد عسكري إسرائيلي. قصفت إسرائيل بنت جبال مبارح وقتلت 3 مسعفين وشاب مدني. حاول الاحتلال يتسلل للداخل اللبناني لأول مرة من وادي أطمون ورامية. وسع الاحتلال رقعة التدمير واستهداف المدنيين بجنوب وحتى بعلبك. الاحتلال عم يحضر الأجواء لاحتمال تنفيذ عملية برية بلبنان. أما حزب الله فقصف مراكز عسكرية بالجولان وصفد. الحزب فوت سلاح جديد لردع المسيرات وإسقاطها. الحزب كثف استخدام صواريخ بركان المؤثرة يلي ما قادر عليها الإب الحبيب. التصعيد الإسرائيلي هدفه التمهيد لحرب على لبنان أو الضغط للتوصل لتسوية واتفاق، وبالحالتين بيعني فصل الجبهتين، محاولة نسف معادلة أمين عام حزب الله إنه جبهة لبنان لأسناد غزة ما بتوقف ليوقف العدوان على القطاع. فليقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث.